الآن ندعو إذا كان هذا البحث هو القرآنية في فكر الإمام الحسن عليه السلام، فالبحث الثاني هو القرآن الكريم في فكر الإمام الحسن المجتبى أسباب النزول نموذجا. الشيخ الدكتور ليث عبد الحسين العفابي يتفضل. ليث عبد الحسين فرحان العتابي، اختصاصه العام دكتوراه في فلسفة الشريعة والعلوم الإسلامية، تخصصه الدقيق علوم القرآن دراسات قرآنية معاصرة. يعمل جناب الشيخ تدريسيا في كلية الفقه جامعة الكوفة قسم العقيدة والفكر الإسلامي. لديه العديد من المؤلفات في الشأن المعرفي والفكر المعاصر والدراسات القرآنية، بلغت 37 مؤلفا. هذه سيرة مختصرة، فليتفضل جنابه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحضور جميعا مع حفظ المقامات والألقاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البحث اليوم يتكلم عن قضية القرآن الكريم في فكر الإمام الحسن عليه السلام، قضية أسباب النزول نموذجا، لكن علينا ألا نخرج بعيدا عن دور الإمام الحسن ومحور البحث في قضية بناء الفرد والمجتمع. الإمام الحسن عليه السلام أراد في فكره القرآني في قضية أسباب النزول وعلوم القرآن وتفسير القرآن الكريم بناء الفرد والمجتمع، لكن علينا أن نقف عند جملة من الأمور المهمة جدا في سيرة الإمام الحسن عليه السلام، ولا سيما المظلومية المستمرة في حياة الإمام الحسن عليه السلام وبالخصوص في سيرة حياته المباركة. فلو أردنا أن نسأل أي شخص عن سيرة الإمام الحسن عليه السلام لقال أن الإمام الحسن قد استلم الخلافة أو الإمامة بعد أبيه، ثم حاربه معاوية فصالح معاوية فدس له السم فمات، فاختصرها وكأن الإمام الحسن فقط هو هذا في 3 أو 4 كلمات، لكن الإمام الحسن أكبر من ذلك. لنعلم بأن مدة إمامة الإمام الحسن بعد أبيه دامت 10 سنوات، وهذا مغيب في كثير من الكتب والمؤلفات، ولا سيما في المحاضرات الدينية التي تلقى في مواسم محرم وصفر وغير ذلك، يختصرونها ولا يقولون ماذا فعل الإمام الحسن في فترة 10 سنوات، وهي فترة طويلة جدا قام الإمام الحسن عليه السلام فيها بتغيير كثير من الأمور، ولا سيما في المحور الثاني الذي سوف أذكره، وهو قضية تحرير الوعي المجتمعي وبالخصوص لأفراد أو مجتمع الشام في ذلك الوقت. لو نقف عند مسألة بسيطة، في حسابية بسيطة عن حياة الإمام الحسن. أولاً، الإمام الحسن المجتبى عليه السلام تولى الإمامة سنة 40 للهجرة، الهدنة صارت سنة 41 للهجرة، أي بعد سنة تقريباً من إمامته أو خلافته على المصطلح الموجود، خلافة أو إمامة. كانت شهادته عليه السلام سنة 50 للهجرة، استلم الإمام 40، شهادة 50، 10 سنوات مدة إمامة الكلية، 10 سنوات. ماذا فعل الإمام الحسن؟ أولا قام بمسألة تحرير الوعي المجتمعي. ماذا نريد بقضية تحرير الوعي المجتمعي؟ أنا أذكر مثال بسيط، الأمة التي أنا الآن أذكر مثال الشام، الأمة التي عندما بلغها نبأ شهادة أمير المؤمنين عليه السلام في محراب صلاتي قالت أو علي يصلي. ننتقل إلى تاريخ آخر، عندما أدخلت السبايا، سبايا الإمام الحسين عليه السلام إلى الشام، ماذا قالوا عنهم؟ هؤلاء ترك وديلم، لم يستطيعوا أن يقولوها من أبناء آل البيت. لماذا؟ لأن الإمام الحسن في فترة 10 سنوات قام بتحرير الوعي المجتمعي وعرف الأمة بالشام بمكانة أهل البيت عليهم السلام، لذلك لم يستطع حاكم الشام أن يقول هؤلاء أبناء النبي. هذا دور عظيم إذن للإمام الحسن فترة 10 سنوات، وبالخصوص أن أهل الشام كانوا يزورون المدينة، وبالروايات موجودة أن الإمام الحسن قد ذهب أيضا إلى العراق وإلى الشام عدة مرات، وكانت له مناظرات مع معاوية ابن أبي سفيان في ذلك الوقت حسب ما ينقل الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج. إذن الإمام الحسن عليه السلام قام بمسألة تحرير الوعي المجتمعي للمجتمع الإسلامي عموما والمجتمع الشام بشكل خاص. إذن لو أردنا أن ننتقل إلى تربية الفرد والمجتمع قرآنيا، ماذا فعل الإمام الحسن في تلك الفترة؟
أولا قام بمسألة مهمة جدا وهي الاهتمام بنشر التراث الإسلامي، أي جلس في المدينة في فترة تلك العشر سنوات، خلينا نطلع من يمها فترة خلافته وغيره، تبقى تسع سنوات بالصافي، تسع سنوات الإمام كان جالسا في مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أستاذا مدرسا يبحث في قضايا القرآن للناس، ثم يدرس ويلقي العلوم وهي علوم آل البيت عليه السلام، النبع الصافي المعين الحق. فلو ذهبنا وذكرنا الروايات التي تؤيد هذا الكلام وبالخصوص من كتاب من الكتب الأخرى ليس من كتب التراث الشيعي، نذكر رواية يذكرها جلال الدين السيوطي في كتابه تدريب الراوي الصفحة 359، يقول في هذا الكتاب أنه كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم، يعني ما رادوا يدونون العلم، صار بينهم اختلاف، وخصوصا بعد قضية أن ماذا علينا أن نحرق الأحاديث ونبقى القرآن، هاي الجدلية اللي موجودة حتى لا يختلط القرآن بالحديث، ما أرادوا أن يدونوا، فصار اختلاف. يقول أنه كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم، فكرهها كثير منهم. ليش كرهوها؟ لأن الخليفة الفلاني كرهها وما رادها، وأباحها طائفة وفعلوها منهم. من الذين فعلوها؟ علي وابنه الحسن عليهم السلام. إذن كانوا من الأوائل في قضية تدوين العلوم وبالخصوص في مجال الأحاديث التي هي أحاديث مفسرة للقرآن الكريم وتصب في مصلحة بناء الفرد والمجتمع. الثاني، مواجهة الفتن ورد الشائعات التي أثيرت بالخصوص على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بالتقليل من عصمته، ثم أثيرت على أهل البيت علي بن أبي طالب وأنه ليس الخليفة الحق، وإنما قضية أن من كنت علي من كنت مولاه فهذا علي المولى، هذه أولوية ومحبة لا أكثر ولا أقل، لكنها ليس لا ترقى إلى مسألة الإمامة والخلافة من بعد النبي. لماذا؟ لأن ملأ قريش لم يرتضي هذه القضية ولم يردها وراثة، وهو فعل الوراثة وعمل بها. فكان الإمام عليه السلام قد فعل أنهم مسألة مهمة جدا هي مواجهة الفتن والشائعات. لماذا؟ لأنه معاوية بن أبي سفيان قد اعتمد الإعلام السياسي المضلل وتعامل بمكر ودهاء مع الإمام الحسن وأصحابه، ومارس ضغوطا على كل مسلم لا يؤيد خلافته، لدرجة أنه اعتبر كل علاقة طيبة مع آل علي جريمة لا تغتفر، جريمة لا تغتفر، حتى وصل الحال أنه إذا مات الموالي لآل علي يدفعونه بالعصي إلى القبر، مو بإيديهم، بالعصي إلى القبر. المسألة الثالثة هي نشر العلوم ومنها علوم القرآن وما يتعلق به، فإن الإمام الحسن عليه السلام كان من ضمن اهتماماته في هذا المجال أولا نشر أحاديث في فضل وفضائل القرآن الكريم، ثم نشر أحاديث في تفسير آيات القرآن الكريم وهي كثيرة، ويذكرها العطاردي في مسند الإمام الحسن، ومن يريد المزيد فيرجع إلى هذا الكتاب. ثالثا نشر أحاديث في علوم القرآن وبالخصوص حول موضوعنا الآن اللي نتكلم به قضية أسباب النزول، ونشر أحاديث مهمة جدا في باقي العلوم القرآنية. لو جئنا كاستطاع سريع أو ذكر عام لقضية بعض المسائل التي ذكرها الإمام الحسن في مسألة أسباب النزول، من ضمنها أنا أذكر فقط الأمثلة العامة ثم أركز على مثال واحد. أولا قام الإمام الحسن عليه السلام ببيان وتوضيح سبب النزول الخاص والعام وما يتعلق بكل واحد منهما، أي فصل أن هذا نعم للآية القرآنية سبب نزول، لكن هنالك سبب نزول عام وسبب نزول خاص، وهي آية واحدة، وهذا موجود في كثير من الآيات القرآنية. المثال الثاني في ذلك التطبيق العملي لسبب النزول، والإمام الحسن عليه السلام قد طبق ذلك في آيات كثيرة وهم المثال لآيات القرآن، مو كان خلقه القرآن الحديث التي تذكر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، إذن هم مثال آخر للقرآن الكريم. ثالثا توضيح ما ورد في القرآن الكريم من سبب نزول وبيان تاريخه ووقته بالدقة، أنها نزلت في كذا وفي سنة كذا وفي شخص كذا، الإمام الحسن عليه السلام يذكر ذلك. ثم المثال الآخر والأخير هو بيان المراد بآيات قرآنية مبهمة غير واضحة على الناس، الإمام الحسن عليه السلام يبينها ويوضحها. أنا راح أذكر مثال فقط على قضية تطبيق للقرآن الكريم، ذكر العياشي وهو من المفسرين القدماء
من المفسرين الشيعة قال عن خيثمة بن أبي قال كان الحسن بن علي عليه السلام إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فقيل له يا ابن رسول الله لم تلبس أجود ثيابك؟ فقال إن الله تعالى جميل يحب الجمال، فأتجمل لربي وهو يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا تطبيق عملي لسبب النزول، فأحب أن ألبس أجود ثيابي. طبعا الكلام كثير وأمثلة كثيرة جدا في قضية أسباب النزول بالنسبة إلى الإمام الحسن، لكن أنا أذكر شيء مهم جدا في تراثنا الشيعي، أننا لا نركز أو لا نعير أهمية كثيرة جدا لقضية سبب النزول. لماذا؟ ليس لأننا نقلل من قضية علوم القرآن، ولكن لأنه وفي الجانب الآخر قد صنعت أسباب نزول. لماذا؟ لترفع فلان وتحط من شأن فلان، فوصلت مسألة أسباب النزول إلى الصناعة، صناعة. وبالخصوص لو جئنا إلى أقدم كتاب في ذلك وهو كتاب الواحد أسباب النزول، لوجدنا الكثير من أسباب النزول هي مصنوعة وليست ولم تكن قد وردت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، بل قال فلان أن سبب النزول كذا. من أين أتيت بهذا سبب النزول؟ هل هو عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما هذا الشخص يتكلم عن سبب نزول حتى يرفع من شأن فلان ويحط من شأن فلان. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسنتم جناب الشيخ الفاضل. حقيقة أحسنت، كان التزامه في الوقت حقيقيا، ونشكر له هذا الالتزام، كما نشكر له تناوله هذه الثيمة الخاصة، حيث استنطق التأريخ واستنطق الرواية وحتى الصمت الذي رافق مظلومية الإمام الحسن عليه السلام استنهضها جناب الشيخ، وهذا من يعني مما يمتدح عليه الباحث. حقيقة أنا وددت أن تكون المداخلات من أساتيذ لم يداخلوا سابقا، لكن يبدو أن الأمر منحصر بجناب الشيخ. أولا تفضل جناب الشيخ، أيضا بدقيقة واحدة لدينا. أحسنتم جناب الشيخ على ما تفضلت به وعلى الإثارات التي ذكرتموها، لكن أود التعقيب على مفردة وردت في كلامكم وربما وردت في كلام إخوة سابقين، مصطلح الفرد والأمة. هل استعمال الفرد والأمة على نحو أن القسمة قاطعة للشركة؟ إذا قلنا ذلك فمعنى ذلك أن هذا الاستعمال غير تام وغير صحيح. أما إذا قلنا أن الأمة هي التي تتكون من أفراد، وبالتالي النجاح في تربية الأفراد وتربية عدد كبير من الأفراد يؤدي إلى تربية الأمة، فيكون حينئذ هذا الاستعمال صحيحا. وشكرا. أحسنتم جناب الشيخ. حقيقة أستميح الأساتيذ الأفاضل وجناب الشيخ. جناب الشيخ دقيقة وبعدها ننتقل إلى الأخوات أيضا لهم نصيب في هذا البحث. ابتداء نتمنى الصحة والعافية للأستاذ فاضل الدكتور ليثي، إحنا حقيقة العام شفناه كان بصحة وعافية. الله يحفظكم. مضمون البحث ما تذكر أسباب النزول عام وخاص. نعم. قصد من جهة تعدد المفسرين عن مواقع التفسير هذا. يعني ممكن إنه تبيان ما معنى العام والخاص بل زعم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. شكرا جناب الشيخ. بالنسبة إلى قضية أسباب النزول العامة والخاصة، معلوم أنه مثلا في قضية كثير من الآيات القرآنية التي هي سبب نزولها في فرد خاص معين، مثلا الآية القرآنية إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، سبب النزول العام لهذه القضية لو أردنا أن نأخذها من جانب المفسرين كما ذكر جناب الشيخ، هي قضية أنه هذه قاعدة مهمة جدا في قضية أنه عدم الأخذ بكلام خصوصا مخدوش الشهادة أو ما يسمى بالفاسق لا يمكن أن نأخذ به، بل علينا أن نتحقق ولربما هنالك صدق من وراء كلامه. لكن سبب النزول الخاص هو أنها نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وهذه معروفة القضية جدا، فلذلك هي يؤخذ منها، لذلك أخذ المفسرون منها، بالخصوص سيد الطبائي يذكرها في قضية حديث موجود على الإمام الصادق الإمام الباقر، الجري والانطباق، الجري والانطباق العام والخاص، جري وانطباق
هو عام وخاص، إنما أنت منذر لكل قوم هاد، هي نزلت في النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين. لكن لا إشكال في أن يكون لكل أمة هاد، لا إشكال في ذلك في المستقبل من باب المنطوق العام لهذه القضية. فالمفسرون قد أخذوا هذا ووضعوا قاعدة أساسية في هذا المجال، هي قاعدة الجري والانطباق. هذا الجري والانطباق له مصداق خاص، لكن له أمر عام جدا ممكن أن ينطبق على أفراد في المستقبل. شكرا جزيلا. آخر المتداخلين الأخة الفاضلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دكتور عبير عبد الرسول محمد التميمي، جامعة كربلاء، كلية التربية. في البدء نشكر سماحة الشيخ الدكتور ليث المحترم على بحثه القيم، وأنه قد ركز على بعد مهم وهو تحرير الوعي المجتمعي. سؤالنا هو: هل ركز الباحث على المحور المهم وهو البناء الاستراتيجي للإمام الحسن عليه السلام للأمة المسلمة لبناء ولنهضة ثورة الإمام الحسين عليه السلام، سيما أن الإمام الحسين كان ما بين دور يعني مهم ووظيفة مهمة، وهو ما بين الحفاظ على منجزات أبيه الإمام علي عليه السلام وما بين ثورة ونهضة أخيه الإمام الحسين عليه السلام؟ فهل ركز الباحث على هذا البناء الاستراتيجي؟ شكرا جزيلا. شكرا. في الواقع هو اسم البحث مالتي قضية القرآن الكريم في فكر الإمام الحسن أسباب النزول نموذجا، فكان تركيزي على أسباب النزول أكثر من ذلك. لكن أنا وظفت القضية أنه أسباب النزول هي جزء من الثقافة القرآنية التي أرادها الإمام الحسن لبناء الفرد والمجتمع. قضية الأمور الأخرى نعم الإمام الحسن ركز عليها، لكن ليس في بحثي. لربما باحث آخر عندما يأتي محور الإمام الحسين عليه السلام يقول أن كان للإمام الحسن عليه السلام دور مهم جدا في نهضة الإمام الحسين عليه السلام. شكرا جزيلا جناب الشيخ الدكتور على ما تفضل به من بحث قيم، ونتمنى له الصحة والسلامة، وننتظر منه بحوثا أخرى إن شاء الله بمثل ما تفضل به. الله يحفظكم. شكرا جزيلا. الله يحفظكم.